اتيحت الفرصه بان اطلع على مضابط لجنه الدستور، محاضر لجنه الدستور، يمكن ما ابالغ اذا قلت لكم قريتها اكثر من 20 مره. حتى الواحد شوف يعني فكر الناس اللي ذيك اليوم كانوا موجودين يضعون الدستور شنو. وبالتالي لا يمكن ان نلقي من الاعتبار ان الكويت كانت محظوظه في تلك الفتره، محظوظه بامرين، بنوعيه الرجال اللي كانوا موجودين ذيك اليوم في سنه 62 اللي جاءوا من خلال صناديق الاغتراء، ايمانهم ايضا بحق الناس في المشاركه، ايمانهم بان نستفيد من تجارب الدول الاخرى كلها وان ناتي بافضل ما يمكن الوصول اليه. لان ندرك ايضا انك نتكلم عن وضع كنا فيه، كانت في سلطه مطلقه، كان في حكم عشائري، هذا الوضع اللي كنا فيه. وان لا نبخس، انا اعتقد من يمكن ان يسجل الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى عبد الله السالم.